عايز اخش في حاجه تانية واسيبها تاخد وقتها. زي ايه مثلا؟ انا بتكلم النهارده على الخلطه بتاعه كنور دي لزياده الوزن. عباره عن ايه الخلطه دي؟ ده كيس فيه بهارات واعشاب طبيعيه، والكميه بتاعتي لو انا عندي نص كيلو من اللحم المفرومه بحط عليها الكيس ده بيبقى 50% كميه. يعني ايه ازاي؟ بجيب عندي كوبايه ميه زي ما حضراتكم شايفين، بس عشان كده ببدا فيها دلوقتي واسيبها تتنقع شويه، لان هي لازم تاخد مش اقل من 10 دقائق نقع في كوبايه ميه 200 مللي زي ما حضراتكم شايفين. بص كده يا استاذ حسام معايا، وبعمل ايه بقى؟ بسم الله، بعمل كده افتح الكيس تمام، واجيب عندي شوكه وابدا اقلب لما انزل. بص الكميه هو ده كله الكيس على 200 مللي ميه. عباره عن ايه بقى الكلام ده؟ يمشي معايا في ايه؟ اول حاجه اقول يمشي معايا كوار لحمه، يمشي معايا عصاج لو انا عايز امشيه متعصج او امشيه في مفروم متعصج مثلا لبشاميل لاي كان، يمشي معايا كمان كفته زي ما هشتغل فيه معاكم دلوقتي، يمشي معايا حواوشي، يمشي معايا برجر. كل الحاجات دي كلها تفاصيل اقدر امشيها، وكمان كل المقادير بتاعتها حلاوتها ان هي خضار مجفف وبهارات مجففه ما فيهاش اي مواد حافظه ونسبتها اعشاب 100%. وده مهم جدا اتكلم على، طب زي ما اتكلم على حاجه حلوه لازم اتكلم ايه هي عباره عن ايه. اقلبهم كده مع بعض واسيبهم 10 دقائق يعيشوا على نفسهم لحد ما يخمروا او يبدا ينفشوا او يبقى الميه دي تبقى ماسكه شويه. هنشوف تفاصيل واحده واحده. كنت بقول ايه؟ خلاص سيبنا اللحمه تستوي وخش على موضوع اختراع اللحمه المفرومه لزياده الكميه. ايه الموضوع؟ احنا قلنا دي نسيبها مش اقل ما. بص كده يا فندم معايا الوضع راح لفين؟ خدت بالك؟ بدات تربط ازاي؟ طب بعد كده تبقى عامله ازاي؟ بتبقى تقيله. بص المنظر اهو كده، ده القوام اللي انا عايزه. كل ما اسيبها شويه كل ما تمسك. بص المنظر على ما اعتقد عدى ال 10 دقائق، صح ولا غلطان؟ طيب عايز تعمل ايه بقى يا شيف؟ عايز اوضح لحضراتكم ما معنى كلمه النص كيلو يبقى كيلو ربع، يعني ايه؟ او ربع كيلو يبقى نص كيلو ازاي؟ طيب لحم المفرومه الاول خالص لوحدها، انا احب اجيب الخلطه زي ما حضراتكم شايفين اهو واضحه، انزل بيها كده لوحدها. حلو الكلام؟ كلام جميل. مش هحط اي بهارات خلاص، هي فيها كل حاجه. ممكن لو انا حابب حسوكه شويه عشان كالعاده فلفل اسود تمام. حلو الكلام؟ طب عايز اضيف حاجه ثانيه في الكفته دي، عايز احط بصل تمام، بس البصل يكون من غير ايه؟ من غير ميه، يكون تفل كده. كده زادت الكميه، مش بس اللحمه المفرومه والخلطه، زودت كميه البصل. وابدا امسك الكلام ده كله بسم الله الرحمن الرحيم كده. بص معايا يا فندم بايديا بقى كده، واروح مقلب كل الكلام ده كله بالشكل ده كده. امتى تنجح معايا؟ لما يتلم كله مع بعضه، وراح مدخلها التلاجة شوية ونشوف حكايتها ماشية ازاي. ريحة حلوة من البهارات اللي محطوطة، البصلية أكيد بتعلي التست. عايز تزود أي حاجة تانية خلاص براحتي، بس هي جواها بهارات وجواها توب باودر وبصل باودر وبقدونس وكزبرة، كل الأعشاب والخضروات موجودة كلها باودر عن طريقة التجفيف. يعني الحاجات دي كلها فريشات، ولكن كانت فريش بقى كانت إيه؟ مجففة. بصوا منظر اللحمة أهي، عايز أمشيها بقى كور. شوف سهلة، عايز امشيها زي الباني سهله، بس الافضل كالعاده اي مفروم اسيبه يريح شويه فين؟ في التلاجه. خلاص كده احنا تمام التمام اهو، واسيبها عندي تريح شويه وبعد كده نشوف حكايتها ايه. يعني ايه تريح يا شيف؟ يعني تقعد شويه في التلاجه تمسك نفسها. كده محضرين الصينيه هنشوف هنعمل معاها ايه واحده واحده. يا فندم سيب دي هنا كده في التلاجه شويه ونشوف حكايتها ايه كمان شويه. طيب نرجع تاني نبص بس على اللحمه. بص الملامح راحت لفين؟ دي اللحمه المتقطعه مكعبات بالخضار والمرقه عشان دي هظبط فيها الكسكسي. عايز ايه بقى؟ ادي ايه تاني؟ والله مش محتاجه مني، والله ريحتها فوق العسل، فبلاش افوره واقعد ازود عليها حاجات تانيه خالص. طيب تعال نخش على بعده تكمله للكفته. البتنجان الرومي اللي هشتغل بيه النهارده ده عايز بصراحه اوظفه مع كفته. فانا جايب عندي بتنجانتين رومي، فلفل احمر واصفر وتوم وبصل مشويين ومتقشرين، وطماطمايه كمان معايا وتوم. حلو كلام؟ كلام جميل. طيب هنعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب عندنا الجهاز اللطيف ده ونشتغل بيه واحده واحده كده. تمام معايا يا فندم؟
حلو، نلبس كلافز ونروق الدنيا واحده واحده. ايه الحكايه في البتنجان ده؟ البتنجان ده انا عايز اعمله كانه سلطه واطلع منها، لو انا عايز اخد جزء سلطه كده لطيفه ماشي، مش عايز انا هعملهم كلهم في صينيه وهظبطهم وهرص عليهم الكفته. الطبق ده هيعجب حضراتكم جدا لما اخد حته كفته بتنجان متبل بالمشويات الخضار دي كلها، اكيد في تستني خالص. اجيب عندي البتنجان، بسم الله الرحمن الرحيم الاول، ركز معايا تمام لحد كده، وانزل عليه كمان بالخضار المشوي. بص، الخضار المشوي، فلفل اصفر واحمر، بصلايه مشويه، حبه ثوم مشويين، شايف المنظر؟ عايز ازود سبايسي او اي حاجه شطه ما عنديش مشاكل، ده كله سهل. طب انا عايز اعلي التست بقى اكتر واكتر، طماطمايه كمان مشويه تفرق جدا جدا. خد مني بقى وما ترجعش ورايا، هعلي التست بتاعك بايه بقى؟ بمعلقه هريسه كده في النص، فلفل رومي برده بس ايه، هريسه بالزيت بتاعه. واجي عندي اروح مديله عندي ايه بقى؟ حبه ليمون، بق خل برده لطيف يدي كده بياض للبتنجان، كمان حبه تمام. واجيب عندي معلقه لطيفه وراح مبهر حاجتي على طول، حبه ملح حلوين، سنه كمون مهمه جدا. بس هتقول لي حط بقى مش عارف ايه، اقول لك زي الفل. زيت زيتون امتى؟ اقول لك في الاواخر. يلا بينا، بسم الله. ممكن اديها عندي حبه طحينه، ممكن اديها عندي علبه زبادي، هنشوف. اسف جدا على الازعاج. وبكده اكون خلصت اللي انا عايزه بكل بساطه. اوسع لنفسي، بص بقى المنظر رايح لفين. ارفع السكينه اول حاجه عشان ما تعورش تمام، وارفع كده حاجتي كلها. شكرا لحضرتك. اوسع لنفسنا كده عشان ايه، ما نوقعش اي حاجه. طيب لحد، خلينا نحطها هنا بالمره، لحد هنا احنا زي الفل. هنفضي الكلام ده كله هنا، ولما نخلص الكفتة هنشوف هنوظفه ازاي. ممكن ناخد منه جزء نعمله سلطة زي ما احنا قلنا، ممكن نمشيه كله بالكفتة والرمان زي ما حسب، هنشوف. بس هنعمل طبق حلو يعني ان شاء الله. ها؟ زينة صح؟ دينا، ما انا مش سامع في حاجة غلط في الصوت. دينا هانم، صباح الفل. صباح النور، ازيك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير يا هانم، ربنا يعزك. الله يبارك في عمرك. انا شايف، ربنا يبارك تحت امر حضرتك. الحلقه اللي انت كنت عاملها بتاعت السي فود كانت جميله جدا يا فندم، ده شرف لينا مكالمه ومتابعه. جربنا منها حاجات كتيره وكانت حلوه قوي. العفو العفو، ما اقدرش على حضرتك. والحلقه بقى بتاعت الاعياد اللي هي كانت العكاوي والحاجات دي برضه جربنا منها في العيد وكانت حلوه قوي. الف هنا وشفا يا فندم، عشان ايد حضراتكم والله، بس معموله كويس. ربنا يبارك فيك. والحلقه كمان اللي حضرتك عملتها بقى عندنا في بورسعيد، والله انا يعني كتير عليا المتابعه دي، والله على راسي والله. حضرتك من بورسعيد يا فندم؟ من بورسعيد. اجدع ناس والله، ناس محترمين، ناس كلكم ذوق وادب ومرحبين بضيوفكم، وناس جدعان والله العظيم. ده من ذوقك يا شيف والله، ده من ذوقك. عفوا يا فندم، ربنا يعز حضرتك. تقوليني امر يا فندم. انا بتابع حضرتك من زمان جدا، شرف لينا يا فندم، وبتفرج على الحلقات بتاعتك، شرف لينا. وكمان الشيف الشربيني، يعني انا شرف لينا يا فندم الصبح وبعدين اخلص واقلب على ده على راسنا يا فندم والله. المكالمه والمتابعه والله كتر خيرك. شكرا، الف شكر لحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب، وكفايه ذوقك، وربنا يخليك لاولادك ويخليك لباباك ومامتك. شكرا يا فندم، ويخليهم لك ويحفظهم لك ويخليك ليهم يا رب دايما. اشكرك، شكرا جزيلا يا اختي، اهل بورسعيد حبايبي، ربنا يديم المحبه. الرمان في ناس تستغربوا، بس صدقوني تستو عالي جدا، واليومين اللي جايين بتوع الرمان طبعا في كل الاحوال طبعا فيتامين عالي جدا.
جدا جدا، ده على مستوى بقى الاكل الصحي والحاجات دي. اما كمان هتلاقوه طعمه فوق الرائع مع البتنجان الرومي. وفي سلطه من انواع السلطات الراهب اسمها كده يعني، لبناني او شامي بالاخص بقى لبناني. بيعملوا السلطه البتنجان ويحطوا على الوش رمان ونعناع كمان، بيبقى ليها تيست عالي جدا. يعني قصدي اقول لحضراتكم الفكره موجوده، ولكن انا بحب يعني ايه عايز اقولها ازاي، اجود فيها يعني، اجود ازود بقى خضار مشوي، ازود مش عارف ايه، ازود ايه. الحاجات دي كلها سهله، كل واحد فينا يعمل هو عايز يعمله. ثانيه واحده اجيب ليمونه بس كده بالمره يا فندم. فاصل ايه يا جماعه، احنا عملنا حاجه لسه، احنا فاضل عندنا استنى انا عايز بس ايه، عندي عصير وعندي كفته. انا كفته مستنيه بس تتشمع. بص كده معايا يا حسام، بص الكفته عامله ازاي، شايف الكلام؟ خلصانه بس اديها سنه كمان. بص ميتها، تعالى معايا عند الحوض، انا بس بوضح كل حاجه. بص كده هصفي شويه، بص ميه الكفته عامله ازاي. تمام، خلينا نشوفها هي وهي هنا كده استوت ولا لسه. لو استوت نقفل الطبق، ما استوتش نسيبها شويه. استوت، بص كده يا استاذي، شايفها مندوق على البركة. والله أنا مش باكل دايما على الهواء بعرفه، بس في حاجات بحب يعني أدوقها عشان لما أتكلم عليها بقلب جامد وحضراتكم تشرفوني وتعملوا حاجة منها، أبقى أنا كلامي على قد مسؤوليتي اللي أنا قلته يعني. كفتة خلصانة، وأبدأ أرصها براحتي خالص على البتنجان. سكة مختلفة وهتلاقي طعمها حلو جدا جدا. بكل بساطة ابدأ ارص براحتي، وعندي فاصل صغير اخر فاصل ان شاء الله نرجع. عندنا كوبايه عصير مهمه جدا جدا بالبنجر، ولكن بعد الفاصل. اتفضلوا.